الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورؤساء كل من جنوب أفريقيا والسنغال وأوغندا وزامبيا. وخلال الاجتماع أكد القادة أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الإفريقية وسائر دول العالم. وقد أعرب الرئيس السيسي خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الإفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلا عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها. وقال ضياء رشوان إنه تم إبلاغه من الجهات الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة. أبلغت هذه الجهات بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح المنسق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 من يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 من يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 من يونيو. أكد السودان رفضه لأي شكل من أشكال التدخل الدولي في شؤونه، وطلب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس المنظمة الدولية وهيئتها بإدانة ممارسات قوات الدعم السريع، وحثها على الاستجابة لنداءات القوات المسلحة في العودة للانصياع للأوامر والكف عن أي توجهات لاستمرار القتال وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. كما شدد الممثل الدائم للسودان على انفتاح بلاده على كافة المبادرات إعادة الوضع الإنساني والمسار الحياتي إلى طبيعته. كشف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا النقاب عن خططه للوفاء بتعهداته بوقف إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام 2030 عبر تقنية إنفاذ القانون ضد جرائم البيئة، وتدعو الخطة إلى تعزيز استخدام معلومات المخابرات وصور الأقمار الصناعية لتتبع النشاط الإجرامي وتنظيم سندات ملكية الأراضي واستخدام سجل ريفي لمراقبة الإدارة الصحيحة للغابات التي تلعب دورا شديدا جديد الأهمية في إبطاء تغير المناخ العالمي. رياضيا، فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز، وتقدم فريق الزمالك بثنائية سجلها لاعبه سيف الجزيري في الدقيقتين 23 و49، فيما سجل هدف الاتحاد لاعبه خالد الغندور في الدقيقة 65. بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 53 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز السابع. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.